السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الغية. مرحبا بالجميع. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي التمليح. طبعا طلب مننا كتير نعمل خلطة التمليح، فقلت النهاردة إن شاء الله هعملها معاكم. هنشوف الأول في البداية المكونات بتاعة التمليح. المكونات هتكون قشر بيض، بس اهم حاجة يكون نظيف، وهتكون ملح، اي نوع ملح يعني مش شرط النوع دوت، وهتكون طوب احمر بس هتجرشه تكسره تخليه ناعم زي التراب. الطوب الاحمر هتخليه ناعم زي التراب، والعبوة ديت بتتجاب من الصيدلية البيطرية اهي. شايفينها اهي مظبوطة كده، ودي رملة بس تبقى رملة نظيفة مش رملة من الشارع يعني، وده صدف مجروش بتباع عند اي حد اللي هو بتاع الطيور والقطط والحاجات ديت، بيتباع الكيلو بخمسة جنيه. انا بجيب قشر البيض دوت واحطه في الهون. بعمل ايه بقى؟ مش بدق، لا بعمل هو حركة دائرية كده ان انا بطحنه. بعمل حركة دائرية ان انا بطحن قشر البيض. ليه؟ بنعمه خالص. هتشوفوا بقى طبعا بيتطحن عشان الحمام يعرف ياكله. زي ما انتوا شايفين بعد ما بيتطحن بيبقى بالشكل ده. طبعا زي ما انتوا شايفين بعد ما بيتطحن بيبقى بالشكل ده. ده طبعا قشر البيض بعد ما طحناه خالص زي ما انتوا شايفين، حطيناه في صينية وخدنا الصينية ديت ورحنا بيها علشان نحمصها على النار. نحمصها على النار علشان لو فيها اي ميكروب طبعا بيطلع منها. وعشان الحمام يقدر ياكلها طبعا بتقلبها كويس عشان تضمن ان هي تتحمص من كل ناحية وما تتحرقش، يعني من غير ما تتحرق تبقى النار متوزعة عليها كلها. طبعا بتقلبها باستمرار بحيث ان هي زي ما قلنا ما تتحرقش. وبعد كده لما بتتأكد ان هي اتحمصت من كل يعني من بالتساوي، بنضيف عليها الخل، لان زي ما انتوا عارفين ان الخل قيمته الغذائية عالية، وبنضيفه عليها وهي سخنة. يعني احنا بنطفي النار وبعد ما نطفي النار نقوم حاطين الخل. ليه؟ علشان وهي سخنة هتشرب الخل، فلما نيجي نضيف عليها بقية المكونات بتاعت الكلفة ما تبقاش مبلولة، لان لو في اي بلل هتضطر ان هي تبوظ. ادي طبعا اي نوع خل بنضيفه عليها. طبعا طالما هي سخنة زي ما قلنا بتشرب الخل على طول كده، هي تمتص قيمته الغذائية وان هو بيبقى مطهر ويساعد على الهضم والكلام ده كله، وفي نفس الوقت ان هي ما تبقاش في بلل، لان لو فيها بلل وضفنا عليها بقية المكونات طبعا هتعفن على طول. لكن بما ان هي سخنة على طول بتشرب الخل على طول، وكده القيمة بتاعته بتضاف لقشر البيض. زي ما انتوا شايفين طبعا الواحد بيقلبها كويس بحيث ان كله يبقى شرب من الخل.
بعد كده طبعا هرجع اروح هناك علشان اضيف بقية المكونات بتاعت خلطة التمليح. طبعا دوت بعد احنا ما حطيناه على النار وحضفناه الخل عشان زي ما قلنا ياخد العناصر الغذائية اللي فيه، وكده هو ناشف خلاص، ما بقاش فيه اي بلل، مفيش بلل خالص زي ما انتم شايفين، مفيش حاجة لزقت في ايدي خالص. باجي اعبي بعد كده كوباية. خلاص تمام كده، دي كوباية اهي. دي العلبة اللي انا بحط فيها التمليح بتاعي كده. اول حاجة، اول عنصر ده قشر البيض، انتهينا منه خلاص. بعد كده بحط كوباية الرملة. طبعا هذه الرملة طبعا، هو الحمام عشان تفهم ازاي هو بيقدر يهدم الرملة والحاجات دي لازم تعرف جهازه الهضمي عامل ازاي. انا كنت عامل موضوع على موقع الغية عن الجهاز الهضمي والجهاز العصبي وكل الاجهزة، يعني لو زرت موقع الغية اكيد ان شاء الله هتستفاد عنه، لانه فيه كل حاجة عن الحمام برضو، اسمه الغية.com. دي كده كوباية رملة، ده المكيال بتاعنا اللي هو كوباية. كويس، يبقى احنا كده خلصنا الرملة. احنا بعد كده هنحط كوباية ملح. طبعا الملح مهم جدا علشان تكوين الحصى عند النتاية. دي كوباية ملح برضو هنضيفها. كده احنا خلاص ضفنا الملح. بعد كده طبعا هنضيف الصدف المجروش نفس الكلام، بس الصدف المجروش بقى بيختلف في حاجة، ان هو بيبقى كوبايتين مش كوباية واحدة. يعني كل العناصر اللي احنا قلنا عليها بتتضاف كوباية. على فكرة الخلطة دي خلطة دكتور بيطري كان مدهاني، صيدلية بيطرية كبيرة عندنا، وسألته فهو اللي عمل الخلطة دي. كده أول كوباية صدف هضيفها على باقي الخلطة. ودي تاني كوباية. يبقى زي ما قلنا كل الخلطة كوباية إلا الصدف كوبايتين. كده احنا فاضل معانا المنتج اللي هو بنجيبه من الصيدلية البيطرية، نفس الكلام هنفضي برضو ايه كوباية. هو عامل زي البودرة، وهو بودرة فعلا اهو. ده بيبقى كوباية واحدة. عامل زي بودرة الكاكاو.
ده بيبقى عبارة عن ايه؟ مخلوط أملاح معدنية، يعني زي ما مكتوب على العبوة أملاح معدنية. فطبعا لما بيتضاف عليها بيغطي يعني الاحتياجات الغذائية، ونقص أي عنصر من العناصر اللي بيبقى محتاجها الحمام. كده ادي الكوباية. ده الأملاح المعدنية اللي احنا جايبينها من الصيدلة البيطرية. كده انا فاضل معايا حاجة واحدة بس، اللي هي الطوب الأحمر. بس طبعا انا مش هقدر اخلطه دلوقتي لان احنا في رمضان ولسه الصبح، مش هقدر طبعا اقعد ادق فيه واعمل ازعاج للجيران طبعا، لان دي حاجة سيئة جدا. ان شاء الله اخر النهار ده انا هطحنه. بيتحن بالشاكوش، بدق عليه بالشاكوش، بتنعمه، بتخليه زي البودرة، وبعد كده بتضيفه على الخلطة. كده تقريبا الخلطة انا معايا اكتملت. اخر النهار هضيف بس عليها الايه، الطوب الاحمر ده بعد ما اخسره خالص. وابدأ اقلب طبعا. كده ده شكلها النهائي. كده احنا خلصنا. دي خلطة التمليح. بإذن الله هتحافظ على صحة الحمام وتديله العناصر الغذائية اللي بتبقى ناقصة منه، سواء أملاح أو الأملاح المعدنية، وهتزود بإذن الله نسبة الحصى عندك، هتخليه يشتغل باستمرار. طبعا بعد ما عملنا الخلطة، انت بتضيفها ازاي؟ ممكن تضيفها على الكلفة بس يوم يوم، يعني ما تجيش تاخد العبوة دي كلها تقوم كببها على الكلفة مرة واحدة، لا. بتيجي مثلا بتحط شوية الكلفة في المكلف، تحط عليهم معلقة تمليح. لو عايز تخليهم لوحدهم، بتجيب طاجن صغير او نفس الطاجن بعد ما يخلصوا اكل، وتقوم حاطط التمليح. التمليح انت ممكن تسيبه قدامهم على طول، بس في مشكلة واحدة، ان لو زبدة الحمام جه في التمليح هو عامل زي التراب، هينشف في زبد الحمام ويجي ياكله، فهيتنقل له المرض، لازم هيمرض. فعشان كده ما تسيبهوش على طول، ولو هتسيبه تضمن ان الحمام زبد الحمام ما يجيش فيه كويس. وممكن تحط له كميات قليله بحيث انه يخلصها، وبعد ما يخلصها تبقى تضيف كميات تانية، بحيث برضه ان هو يبقى نضيف باستمرار. اهم حاجه ان الحمام ما ياكلش حاجه ملوثه. وبكده نبقى خلصنا حلقه التمليح، واتمنى ان تكون استفدتم منها، وانتظرونا ان شاء الله في حلقات جديدة من قناة الغياء. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.